بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. إخوتي الكرام، في سورية الحبيبة نتابع الحديث عن حقوق الإنسان في الإسلام. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مصادرة حق الفرد في الدفاع عن نفسه تحرياً للعدالة، فيقول: دعه فإن لصاحب الحق مقالاً. ويقول صلى الله عليه وسلم لمن يتولى الحكم والقضاء بين الناس: فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. أيها الإخوة الكرام، من حقوق الإنسان في الإسلام أن ينال المرء حريته وفق ضوابط الشريعة. ومن هنا جاءت كلمة عمر بن الخطاب الخالدة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ فالإنسان أيها الإخوة حر في اعتقاده، ولا يجوز مصادرة رأيه أو فكره، فقد قال تعالى: لا إكراه في الدين. ومن حقوق الإنسان في شريعة الإسلام حق الكفاية، ومعناه أن يحصل كل فرد يعيش في كنف الدولة الإسلامية على كفايته من مقومات الحياة، بحيث يحيا حياة كريمة ويتحقق له المستوى اللائق للمعيشة. وهو يختلف عن حد الكفاف الذي تحدثت عنه النظم الوضعية، والذي يعني الحد الأدنى لمعيشة الإنسان. وحق الكفاية هذا يتحقق بالعمل، فإذا عجزت الزكاة عن سد كفاية المحتاجين تأتي ميزانية الدولة لسداد هذه الكفاية. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: من ترك ديناً أو ضياعاً فإلي وعلي. ثم قال مؤكداً على هذا الحق: ما آمن بي من بات شبعاناً وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. وقال مادحاً: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. ومما يلفت النظر أن الإسلام كفل كرامة الإنسان بعد مماته، ومن هنا جاء الأمر بتغسيل الميت وتكفينه ودفنه، والنهي عن كسر عظمه أو الاعتداء عليه أو على جثته. فقد جاء في الحديث النبوي الشريف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حياً. وكما حمى الإسلام جسم الميت حمى عرضه بعد الموت وسمعته لئلا تلوكها الأفواه. فعن عائشة قالت: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم هالك بسوء، فقال: لا تذكروا هلكاكم إلا بخير. هذه بعض حقوق الإنسان في الإسلام. وإن الإنسان ليمر عليه زمان يتمنى فيه أن تطبق حقوق الحيوان في الإسلام، ليرى فيها من العدل والتراحم ما لا يراه بين الإنسان وأخيه الإنسان. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلا يسأل الله عنها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: حقها أن تذبحها فتأكلها، وألا تقطع رأسها فتربى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيراً أو دجاجة يترامونها، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟
لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، يعني هدفا. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي الكريم فقال: من فجع هذه بولديها؟ ردوا ولديها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن يا رسول الله. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا، أو حائش نخل، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن، أي مال إليه، وذرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفريه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاءه فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر حمار وقد كوي في وجهه يفور من خراه من دم، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من فعل هذا، فمن قتل عصفورا سيسأل عنه يوم القيامة، فكيف بمن قتل 100,000 أو يزيدون؟ إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. أيها الإخوة الكرام، ومن اتخذ حيوانا غرضا للرمي، يعني هدفا، فقد لعنه الله، فكيف بمن جعل البشر غرضا لقنصه يتلذذ بقتلهم؟ الويل لهم وألف ويل. من فرق بين العصفورة وفرخها له حساب عسير من ربه، فكيف بمن ذبح الأطفال والنساء حقدا؟ الويل له وألف ويل. من حرق قرية نمل سيقف بين يدي الله يوم القيامة، فكيف بمن يحرق القرى من البشر بالصواريخ والبراميل المتفجرة؟ الويل له وألف ويل. ومن حبست هرة استحقت نار جهنم، فكيف بمن حبس مئات الآلاف من الناس؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. اللهم هيئ لسورية أمر رشد يعز فيه أولياؤك، ويذل فيه أعداؤك، وينصر فيه دينك. اللهم ارحم شهداءنا، وداوي جرحانا، وأفرغ على ذويهم الصبر والسلوان. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين ودماء الأبرياء في كل مكان يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.